أيها المسلمون، أفرادا وهيئات وحكومات لا توالوا الاستعمار، فإن موالاته عداوة لله وخروج عن دينه. ولا تتولاه في سلم ولا حرب، فإن مصلحته في السلم قبل مصالحكم، وغنيمته في الحرب هي أوطانكم. ولا تعاهدوه فإنه لا عهد له، ولا تأمنوه فإنه لا أمان له ولا إيمان. إن الاستعمار ينفذ أنفاسه الأخيرة، فلا يكتب عليكم التاريخ أنكم زدتم في عمره يوما بموالاتكم له. ولا تخالفوه، فإن من طبعه الحيواني أن يأكل حليفه قبل عدوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.